يعني بعد موجة الأمطار التي تعرضت لها مدينة الموصل ونينوى بصورة عامة، لم يخرج لدينا أي جسر عن الخدمة. معظم الجسور كانت يعني فعالة وعاملة ضمن الخدمة، لكن هناك طرق خرجت عن الخدمة، وذلك بسبب وجود قناطر مدمرة بالأساس، عولجت بمعالجات وقتية. هذه المعالجات الوقتية تتأثر بهذه الأمطار، لأن كمية الأمطار التي تعرضت لها المدينة ليس بالقليلة. جرفت بعض هذه، قطعت أوصال الطرق. تسعى المديرية إلى معالجة هذه القناطر والطرق بأسرع ما يمكن، من أجل الإسراع في إيصال شرايين الطرق لمحافظة نينوى. أما فيما يخص الجسور مصممة لكميات هذه الأمطار وأكثر، ليس عليها أي خطورة. نطمن من خلال قناتكم الموقرة جميع المواطنين الموصليين أنه الجسور بأمان وليس عليها أي خطورة. لا يقاس الجسر مقاسة بقياسا بالمعابر الوقتية. المعابر الوقتية هي حالة وقتية طارئة واستخدمت للتخلص من الاختناقات المرورية، لم تصمم أو تنشأ ضمن مواصفات عالية. يعني نطمئن المواطن الموصلي من خلالكم، لا يوجد خطورة على الجسور. ماذا عن جسر الحجري وجسر السويس؟ يعني هناك إشاعات أنه سوف ينهار وهكذا فيه. يعني بعد تعرض لهذه الكميات كبيرة من الأمطار، لو كان يوجد هناك خلل في الجسر لكان انهار. نحمد الله ونشكره أنه الجسر مصمم لكميات أمطار أكبر من هذا. خلال الأعوام الماضية تعرضت المدينة إلى كميات أمطار أكبر من هذه، حسب ما سمعنا وذكرنا من خلال المهندسين أنه في يوم من الأيام عبرت كميات الأمطار الجسر ولم يتضرر. إن شاء الله نطمئن أنه الجسر مصمم لكميات أكبر من هذه الكميات وليس عليه أي خطورة. ماذا عن طريق أربيل؟ طريق أربيل قنطرة انهارت بسبب الأمطار، والآن في الوقت الحاضر مهندسين من طرق وجسور نينوى والهندسة العسكرية وبلديات نينوى يقومون بالعمل الإسراع في إعادة هذه القنطرة بأسرع ما يمكن. هناك سؤالات عن إعمار الجسر الثالث وجسر الحرية، هل بدأتم في إعمارها أو أم لا؟ يعني سبق وأن ذكرنا من خلال وسائل الإعلام أنه وعدنا من قبل مكتب رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي سابقا بتخصيص أموال لإعمار جسرين داخل محافظة نينوى. الجسور هي جسر الموصل الثالث وجسر الحرية، بانتظار التخصيصات المالية لإعمار هذه الجسور، لكن من المؤمل قريبا إن شاء الله، ولمسات الأخيرة ستوضع للمباشرة بإعمار الجسر الثاني الحرية إن شاء الله. في الأيام القليلة القادمة سيتم إعمار هذا الجسر.